أهلا بكم مجددا. نشرت صحيفة الجارديان البريطانية مقطعا مصورا جديدا يظهر أثار التدمير العشوائي الذي أحدثته ميليشيا أسد الطائفية في المدن الثائرة بمحافظات حلب ودير الزور وريف دمشق. وقالت الصحيفة التي حصلت على المقطع من لجنة الصليب الأحمر الدولي إن اللقطات الجوية نشرت في تشرين الأول الماضي وتظهر الأضرار التي لحقت بالمباني والمنازل والشوارع في المناطق المذكورة. المزيد في التقرير ونعود للنقاش. هي بعض مما خلفته آلة أسد الحربية والاحتلال الروسي ضد المدن السورية المنتفضة. حلب ودير الزور وريف دمشق كانت ضمن تلك المدن التي رصدها مقطع مصور عرضته صحيفة الجارديان، وقالت إنها حصلت عليه من الصليب الأحمر الدولي في تشرين الأول الماضي. يظهر المقطع حجم الدمار الذي طال مساكن ومراكز خدمية. يقال لك أنها تعود لعصور غابرة لولا بعض سيارات تلفت النظر والذكرى لمن شاء أن يتذكر أنه في القرن العشرين وفي زمن تسمع فيه عبارات حقوق الإنسان، لكن تلك الحقوق أصبحت نسيا منسيا حين فتح نظام أسد حدود البلاد لميليشيات طائفية ومقاتلات روسية دمرت تلك المدن وهجرت قاطنيها في تطبيق لشعاره الأسد أو نحرق البلد. وفعلا هكذا حصل ويحصل الآن في إدلب. لم تحدد الجارديان سبب نشر المقطع، لكن هذا أتى بعد أيام من نشرها تقريرا كشفت فيه عن تسويق شركات روسية وصينية ما تسمى السياحة السوداء في سوريا، سياحة تقوم على جلب أشخاص غربيين ويفضل أنهم من المشاهير ليقفوا على أطلال مدن مدمرة. وفضلا عن الأهداف المادية في تلك الرحلات، ثمة اعتبارات أخرى تهدف للتطبيع مع نظام أسد وإظهاره بصورة المسيطر على البلاد كما ترى الجارديان. ترى الصحيفة ومعها العالم حجم الدمار في سوريا وصعوبة عودة المهجرين بسبب الخشية من انتقام نظام أسد وعدم القدرة على ترميم دمار تقول الأمم المتحدة إنه يحتاج إلى نصف قرن، أما تكلفته فقدرت بنحو 300 إلى 400 مليار دولار. وفيما تحاول روسيا إعادة الإعمار في ظل الأسد، تشترط الولايات المتحدة وأوروبا بدء عجلة الإعمار بعملية انتقال سياسي في سوريا. ينضم إلينا الكاتب الصحفي محمود الوهب معنا من غازي عنتاب، وأيضا المستشار القانوني الأستاذ غزوان قرنفل معنا من مرسين. مساء الخير وأهلا بكما أستاذ محمود. يعني برأيك في أي سياق يأتي نشر الجارديان لهذا الفيديو، ولماذا كل هذا الضجيج حوله ونحن نشاهد صور الدمار الذي تقوم به ميليشيات أسد في الأراضي السورية يوميا؟ يعني أي صورة أو أي تقرير ينشر عن خراب سوريا لابد أن يشكل نوعا من الضغط على النظام، ولكن يعني هذا الفيديو قد يؤثر على المجتمع، يؤثر على منظمات المجتمع المدني، لكن الدول لها سياساتها وتقرر بحسب ما ترسم من سياسات. لكن الواضح حتى الآن كما ورد في نهاية التقرير أن الدول الأوروبية ودول العالم المعنية في إعادة إعمار سوريا لن تقدم على أي إعمار ما لم تحل المسألة سياسيا، ما لم يعود إلى جنيف ويعود إلى القرار 2254. الدمار مضى عليه 9 سنوات تقريبا، يعني القتل والتدمير والتهجير وما زال مستمر كما نرى. يعني أستاذ محمود اليوم في إدلب، يعني هذا التدمير الممنهج والمستمر الذي يستهدف المدن، النقاط الصحية، ما زال في إدلب. نعم. أستاذ غزوان، هل مشاهد الدمار التي عرضت هي فعلا تخفى على المجتمع الدولي؟ تحياتي لحضرتك ولضيفك الكريم. بالتأكيد ليست خافية على المجتمع الدولي،
والمجتمع الدولي لديه ليس فقط هذا الفيلم بل آلاف من الأفلام التوثيقية والوثائق التي توثق يعني مجريات ارتكاب تلك الجرائم. بداية يعني دعيني أقول إنه هذا الفيلم الحقيقة ما بيصور فقط مجرد دمار عمراني للمدن السورية على يد سلطة العصابة الحاكمة، بل هو بالتأكيد بيعكس حجم الحقد والقبح والإجرام لدى هي السلطة ومدى الاستعداد اللي بتملكه للتدمير والإفناء تجاه مجتمع يعني لطالما تفننت في تركيعه وإزداله طوال عقود، حتى وصلت يعني لمدى ظنت فيه أو ترسخت لديها قناعة على أنه هذا المجتمع مجرد أقنان وعبيد بيشتغلوا بالصخرة في مزرعة اسمها سوريا لأجل رفاه آل الأسد والقطيع التابع لهم. يعني بطبيعة الحال يعني هذا الفيلم وغيره من الأفلام والتوثيقات وهي بمئات الآلاف عدا عن الوثائق الورقية المصورة وغيرها إلى آخره، يعني هي من الأشياء اللي بتشكل عوامل أكيد إزعاج وضغط على سلطة العصابة، لأنه بتقوض كتير من المساعي اللي عم تبذها هي السلطة لتلميع نفسها وبناء منظومة علاقات عامة على مستوى دولي، عم يبذل النظام يعني ليلا ونهارا. فمثل هيك يعني تصوير وهيك أفلام وهيك قضايا من شأنها أنه تقوض هاي الجهود أو تقوض بعض هاي الجهود في المحاولات الدؤوبة اللي عم يبذل النظام لتجميل قبحه في محاولة يائسة لاستدراج عروض يعني لعودة اللاجئين وبنفس الوقت لاستدراج عروض إعادة أعمار. وكما قال يعني المتحدث الأخ من غازي عنتاب أنه لن يكون هناك يعني هناك قرار على مستوى دولي على الأقل في الدول الغربية على أنه لن يكون هناك دعم لأي مجهود لإعادة الأعمار ما لم يكن هناك حل سياسي حقيقي في البلد. وهذا المسار ما يزال حقيقة إلى الآن متعثر، ولكن سيكون في النتيجة هناك حل ولن يكون الأسد ومنظومته الأمنية ولا منظومته العسكرية اللي مارست كل هذا الإجرام جزء من هذا الحل بالتأكيد. نعم أستاذ محمود، يعني كما ذكر الأستاذ غزوان أنه نظام الأسد يحاول تلميع صورته في المجتمع الغربي بطرق عدة، هل ترى أنه اليوم هذه الفيديوهات التي تنشر من قبل صحف لها قيمة دولية في الشارع الغربي وشارع دولي بشكل عام تستطيع أن تظهر الصورة الحقيقية لهذا النظام المجرم وأن يكون لها تأثير على الرأي العام؟ يعني أنا أعتقد أن صورة النظام السوري أصبحت واضحة لدى الجميع سواء في أوروبا أو في أي بلد من بلدان العالم، وكلهم في حقيقة نفسهم يدركون أن هذا النظام ليس قاتلا فحسب، وإن بل هو ليس وطنيا بالمطلق وينظر إلى البلد على أنها مزرعة. ولكن أنا أريد أن أنوه، المشكلة ليست هنا اليوم، المشكلة في سوريا اليوم لدى الشعب السوري في الداخل تحديدا الذي بدأ يصيح من الجوع، يصيح من برد الأطفال، يصيح من فلتان العصابات، الفلتان الأمني الذي يمارس كل إجرام وسرقات ونهب، الفلتان أيضا من العصابات التي أوصلت البلد إلى هنا، عصابات النهب، نهب الأموال السورية ونهب تخريب الاقتصاد السوري وإلى آخر ذلك. المشكلة أعتقد اليوم في هذه الحالة في هذا الانهيار العملي الذي سيعقبه التدهور في الوضع المعيشي أكثر مما هو متدهور، يعني حتى إذا كان الوضع في الداخل كان يدعم من المهجرين السوريين يدعمون إخوتهم ويدعمون أهلهم وإلى آخره، فهذا الدعم لم يعد قادرا على توفير أسباب الحياة.
أنا باعتقادي هناك المشكلة، ويضاف إلى ما يجري في الاقتصاد السوري هو قيام الشعب العراقي اليوم وقيام الشعب اللبناني، وأيضا هذه الثورة التي تشكل ثورة وعي حقيقي باتجاه دولة ديمقراطية، دولة مدنية، دولة تتسع لأطياف المجتمع السوري ككل. يعني لا أحد كان يتصور أن العراق صحيح، ولكن خارج السياق أستاذ محمود، يعني هي تترابط نعم. جميعها هذه الأحداث، ولكن خارج ما نتحدث عنه وحول هذا الفيديو أستاذ غزوان، يعني هذا الفيديو حصلت عليه الجارديان عن طريق الصليب الأحمر الدولي، هذه اللجنة يعني التي وثقت جميع جرائم الأسد. هل ترى بأنها اليوم طريقة جديدة لإظهار الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد عبر نشر هذه الفيديوهات من جمعيات هي موثقة ومعترف بها دوليا، وإلى أين من الممكن أن نصل خلال هذه الفيديوهات ونشرها إن استمر؟ يعني بطبيعة الحال هذا الفيديو يعني بياخذ مصداقيته من المصدر أيضا، يعني اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتمتع بمصداقية على مستوى عالمي. يعني الناحية الثانية هي كون يعني مؤسسة حيادية لا تستطيع نشر مثل هذه الأشياء أو إصدار بيانات يعني تتبنى مواقف تجاه أحد أطراف الصراع، لذلك يأتي هذا التسريب الحقيقة بتقديري كرسالة لمن يفكر يعني من الدول بأن يمد يد العون إلى مثل هذا النظام المجرم، على أنه يعني الآن الأوان أنه رفض تعويم هذا النظام. طيب يعني أستاذ غزوان، هل ترى بأنها يعني بداية تمهيد لإيصال نظام الأسد إلى المحاكم الدولية وتحضير الرأي العام حول هذه الجرائم وحول المحاكمات، لأنه كما نعلم يعني الرأي العام الدولي مهم أيضا؟ بتأكيد، لكن بتقديري من المبكر الآن فهم هذه الرسالة على أنه هي يعني باتجاه أنه هذا النظام قد انتهى الآن، وأنه أبواب المحكمة الدولية باتت متاحة لمساءلته. بتقديري هذا الكلام مبكر يعني الحديث فيه، لأنه ما يزال هذا النظام الآن حاجة دولية لصناعة عملية انتقال سياسي من وجهة نظر دولية إلى مرحلة أخرى، وبالتالي يمكن فيما بعد ذلك فتح بعض الملفات التي يمكن من خلالها التطرق إلى عمليات المساءلة والمحاسبة، ولعله حتى التنويه اليوم في تصريح كان أمريكي على أن الولايات المتحدة تمتلك أدلة قطعية عن ارتكاب جرائم تتعلق بالكيماوي، يعني استخدام النظام لسلاح كيماوي، هو نوع من التلويح بأنه هناك من وسائل الضغط ما سيجبر النظام فيها على تقديم تنازلات جوهرية وحقيقية لإنجاز حل سياسي، ومن ثم البنية الأساسية لهذا النظام عسكريا وأمنيا وسياسيا لن تكون جزء من مستقبل سوريا. بس أحب أن أنوه إلى ناحية يعني جزئية بسيطة في عملية التدمير اللي شفناه بالفيديو، يعني نعم. والعديد من الفيديوهات يعني خليني أقول أنه معظم التدمير اللي شهدته سوريا لم يكن عشوائي، يعني صحيح القصف يتم عشوائيا، ولكن خطة التدمير لم تكن عشوائية، كان عمل ممنهج، وكان النظام لا يسمح بسقوط أي منطقة بيد قوات المعارضة إلا إذا كان هو يريد تدمير تلك المنطقة حتى يكون لديه المبرر لاستهدافها. بعض التدمير الحقيقة إجا كشكل من أشكال الانتقام ومحاولة لتأديب المجتمع وإعادته لبيت الطاعة، لكن معظم التدمير كان يستهدف حواضر فيها كثافة سكانية ذات انتماء ديني ومذهبي محدد لهم السنة تحديدا، وضمن مناطق بعينها يريد النظام استهداف هذه المناطق بالتدمير ثم التهجير ومن ثم إحداث عمليات تغيير ديموغرافي، وهذا اللي حصل تحديدا سواء عبر حملات عسكرية أو عبر الحصار ومن ثم عقد مصالحات وإخلاء المناطق من سكانها. فينا نحكي عن مناطق حمص القديمة ومناطق
مدن عديدة حول دمشق ومنطقة شرق حلب بالكامل كمنطقة خارج المخطط التنظيمي للمدينة، ويريد إعادة إعمارها وإعادة تأهيلها كمستوطنات لغير سكان الأصليين. نعم. يعني العملية أيضا مرتبطة بأنه يجب تهجير عدد كبير من السكان وإعادة بناء مستوطنات لسكان يعني يكونوا بديل عن المجتمع السوري، وهذا ما قصد فيه النظام بالبناء المجتمع المتجانس عندما أطلق تصريحه القمين. شكرا جزيلا لك المستشار القانوني غزوان قرنفل، كنت معنا من مرسين. الشكر أيضا للكاتب الصحفي محمود الوهب، كان معنا من غازي عتاب. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من هنا سوريا، نعود ونلقاكم غدا بإذن الله.